بنتكلم دلوقتي عن صلاح محسن، ان هو موجود في الويتنج ليست في قائمه النادي الاهلي. صلاح محسن شايف انه كان المفروض يخرج من النادي الاهلي من بدري. من بدري. لان صلاح محسن يجي لعيب كويس ويشتغل. لكن هو في مشكله في الفرقه الكبيره، وانا اتكلمت فيها كتير قبل كده في كذا مكان. يعني مش اي حد يستحمل الضغوط. على فكره انا اتكلمت قبل كده، قلت اللي بيروح الاهلي والزمالك ده تبقى واخده زي البطيخه. هو بطيخ حتى لو لعيب كويس، حتى لو شايف لعيب كويس، حتى انا بقول لك اهو ده بالبلدي كده بطيخ. يطلع حمرا يطلع عرق. يبقى كويس يبقى وحش. انا حسام حسن النهارده لما راح النادي الاهلي، هو ده حسام حسن؟ لا طبعا. طب مروان حمدي لما كان في الزمالك، هديك عمر السعيد ده بصراحه فيرو كويس قوي، لكن مكانه مش في الزمالك. عمر السعيد لما راح الفرقه الثانيه هداف، راح الجونه وكان قبل كده في الانتاج وكان في الجونه دلوقتي فيوتشر، فكان هداف. مروان كان موجود في دجله، كان موجود في المقصه، كان موجود مع سموحه، كان موجود فهو هداف. لكن الضغوط ممكن ما تستحملهاش. تاني حاجه مش هيستحملك الفرقه الكبيره 3 4 ماتشات ما تجيبش جوال. هتقعد ويجي غيرك. فهو دي المشكله. السنه الصبر مش موجود في فرقه كبيره. السنه اللي فاتت كل الناس كانت بتتكلم على احمد عاطف، واحمد عاطف موهبه كبيره جدا في فيوتشر، مهاجم كبير جدا. بس احمد عاطف مثلا في فتره كده قاعد فيها صايم عن التهديف، وكان بعض الاصدقاء قاعدين معايا قلت ده لو في الاهلي او الزمالك كانوا خلصوا عليه. انت عشان بتشوف احمد عاطف كل فتره كمشجع اهلي او مشجع زمالك، فبالنسبه لك مهاجم رائع، بس لو معاك كل يوم مش ممكن ما يلعبش. انت مش تستحمل بقى. ما هو ده اللي بتكلم عليه. صلاح محسن مش هستحملوه. وبعدين صلاح محسن كمان من الناس اللي عليها ضغوط كبيره جدا. ان انت كنت اعلى صفقه جت في تاريخ مصر في الاول. في الاول. صح ولا غلط؟ فانت متشاف. فانت خلاص متشاف. فكل الضغوط دي كانت ضغوط عليه. طب انت الفلوس اللي احنا دفعناها، طب انت كم هدف؟ طب هتلعبه تحت الفيرود ولا فيرود؟ طب يمين ولا شمال؟ فاصبح الضغوط عليه كتير، زي لعيبه كتير ضغط على طاهر محمد طاهر. وطاهر محمد طاهر لما كان في المقاولين كان قليل، ولما احترف في فرنسا ولما كان في المقاولين فلعيب كويس، لكن الضغوط ممكن ما حدش يستحملها. مع الماتشات الكتير ممكن ما حدش يستحملها. صحيح. النهارده فعشان كده بقول لك اللعب للانديه الكبيره ده صعب. جمهور يستحملك. ضغوط سوشيال ميديا صعب جدا. انك انت في ناس، على فكره في ناس لعبت معانا وناس لعبت في ناس الاضواء غرتها. فراحت ما صدقوش او ما عاشوش القصه فصدقوا. يعني ايه بقى اضواء غرتها؟ عشان برضو انا احب حضرتك تشرحها بشكل اوضح. في بعض اللعيبه صدقت سنتين اتنجم وبتاع، وبقت المكسب وفلوس وعربيه وشقه، فانا هفضل نجم طول الوقت، فبتحرق. فبيقع. فلازم تستحمل كل ده، الاضواء والشهره والنجوميه. وبعدين انت دلوقتي لما بتيجي لعيب بالذات الاهلي والزمالك، انت متشاف في اي حته، فلازم انت تبقى على قد الاسم او التقل ده. ما ينفعش تقول اصل انا بسهر، اصل انا بشرب، اصل انا بروح. يبقى حضرتك ما تشتغلهاش او ما تلعبهاش او ما تروحش فرقه كبيره. اشتغل في حته ثانيه، لان دول عليهم اضواء وليهم سيستم. لما تيجي حضرتك بتلعب باسم مثلا 30 40 مليون، حضرتك تنام بدري، حضرتك تاكل كويس، حضرتك تبقى انت عندك سيستم شغل، تروح قبل تمريرك بقد ايه. كل دي عوامل نجاح.